عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك. وقمت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 الله. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى. ابتسموا لباب الصبح واقفلوا على عتبة الأمس بالتفاؤل والأمل. صباح السعادة، صباح الأمل إن شاء الله، والسكينة والطمأنينة علينا وعليكم مشاهدينا الأكارم، مشاهدي شاشة قناة كربلاء الفضائية. أكيد على الود والمحبة نلتقي وإياكم وحلقة جديدة ومشوار صباحي وبرنامج صباح كربلاء بكل فقرات الهادفة والمنوعة ومحطات إن شاء الله النافعة لنا ولكم بإذن الله تبارك وتعالى. بداية أنقل لكم تحايا كل فريق العمل، وإن شاء الله أكيد من ترافقني في هذا المشوار زميلة المتألقة إسراء السلامي. صباح الخير والعافية عليك يا إسراء. صباح الخير وصباح العافية وصباح الأمل والتوكل على الله إن شاء الله على الجميع يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين حبيب قلوبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في الصباح ننسى عثرات الأمس ونبتسم للأمل من جديد. نحن قوم لا نهزم، إذا ضاقت بنا الأرض اتسعت لنا السماء. صباح الخير وصباح العافية وصباح الأمل وصباح التوكل لكل من يشاهد ويتابع شاشة مجموعة قنوات كربلاء الفضائية وبالأخص برنامج صباح كربلاء. أكيد هذا البرنامج كما عودناكم يأتيكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 صباحا وعلى الهواء مباشرة إن شاء الله. فقرات غنية بالمتعة والفائدة لكم. في بداية كل حلقة وكما عودناكم نستعرض إياكم فقراتنا حتى يتسنى لكم متابعة ومشاهدة الحلقة. إذن ابقوا معنا مع استعراض بسيط وسريع لأهم فقرات حلقة هذا اليوم. أولى الفقرات فقرة ثقف نفسك، ونطالع فيها بالصدفة اكتشاف ارتباط مذهل بين عمل ألوان وتفضيلات الطعام. قصة لها أثر في قلوب السامعين والمشاهدين لها، ألا وهي قصة الطفلة نرجس، نتعرف وإياكم عليها في سياق تقرير مع الزميلة صفاء الواسطي من سوريا. وفي يومها العالمي سيدات من الطبيعة المرأة الريفية نموذجا، نتبادل هذا الحوار بمعية الضيفة الأستاذة سلوى عبد الرزاق مهندسة زراعية مسؤولة شعبة تطوير المرأة والفتاة الريفية. وأخيرا في سؤال التفاعل لحلقة هذا اليوم والذي يقول كيف تحافظ على تركيزك أثناء العمل؟ نكرر طبعا السؤال كيف تحافظ على تركيزك أثناء العمل؟ إن شاء الله تعالى مشاهدينا الكرام كل هذه الفقرات وأكثر تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. دائما وأبدا بدايتنا هي التوكل على رب العباد. دعونا نذهب بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا المشتاقة إلى حضرة سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، ونحن نستمع إلى مقطع من دعاء الصباح إلى بث مباشر من العتبة الحسينية المطهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهبه تلجلجه،
وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال، والثابت القدم على حالي فيها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 الله. وأشتاق شوقين، شوق النوى وشوق لقرب. ولنا في الصباح حياة جديدة تنبض بالجمال وهواء خريفي نقي بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الأكارم، طبعا نكرر على مسامعكم إن شاء الله سؤال التفاعل لحلقتي هذا اليوم، والذي يقول: كيف تحافظ على تركيزك أثناء العمل؟ نكرر السؤال: كيف تحافظ على تركيزك أثناء العمل؟ وريثما إن شاء الله نصل إلى هذه الوقفة، أكيد نكون بانتظار مشاركاتكم وتعليقاتكم وآراءكم فيما يخص هذا الموضوع. مشاهدينا، كثير من الأشخاص واقعا الإيجابيين يتبادلون
يتبادلون الكلمات الطيبة، خصوصا مع بداية الصباح وفي بداية أنه الساعات الأولى للصباح، حتى توحي بالرضا والسعادة. لذلك يحرص كثير من الأشخاص الناجحين والأسوياء بأن يشعروا أنه الأشخاص المحيطين بهم بالرضا والسعادة، حتى يتمكنوا من تحمل كل الصعاب أو المعوقات من خلال بقية اليوم. فنقول اللهم أصبحنا وعليك توكلنا. حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا اليوم وفقرات الحلقة من صباح كربلاء. أولى فقراتنا فقرة خبر الصباح. طبعا مليون دولار ما أنفقته العتبة الحسينية المقدسة خلال أكثر من 10 أيام لإغاثة شعبنا وأهلنا في لبنان، بعد ما انطلقت يعني كلمة المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله سماحة السيد علي الحسيني السيستاني لإغاثة الشعب اللبناني جراء الأحداث الأخيرة التي حصلت لهم. نلاحظ أيادي الخير يعني اجتمعت لتقديم المساعدات، لا سيما عندنا العتبات المقدسة، خاصة العتبة الحسينية المقدسة، جهود مباركة عملت ودأبت على إعانة وإغاثة الشعب اللبناني. طبعا احنا شعب واحد، الشعب العربي كله شعب واحد، يجب ان نتكاتف في السراء وفي الضراء. ما جرى في لبنان يعني كأنما جرى في العراق، ما جرى في فلسطين كأنما جرى في العراق، في سوريا ايضا كأنما جرى في العراق، وهو هذا ديدا يعني دائما الشعب العراقي دائما هو شعب الكرم، شعب الإنسانية، التعاون فيما بينهم. طبعا في تصريح قال رئيس العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة تنفيذا وامتثالا لبيان المرجعية الدينية العليا وتوجيهات ممثلها سماحة الشيخ عبدي المهدي الكربلائي، انطلقت أيضا قافلة ثانية لإغاثة الشعب اللبناني، وسلطنا الضوء في جولة ميدانية في بداية هذا الأسبوع حول هذا الموضوع. طبعا هذه القافلة كانت تضم تقريبا 29 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، الأفرشة، البطانيات، الملابس، لإغاثة العوائل اللبنانية المتواجدة في سوريا. طبعا أيضا قامت العتبة الحسينية المقدسة باستئجار بعض الفنادق في سوريا لإيواء العوائل اللبنانية النازحة، تقديم الرعاية الكاملة لهم من حيث السكن والطعام، مبينا أن العتبة تعمل على إرسال القوافل تباعا لإغاثة الشعب اللبناني. وأيضا تابع الأستاذ عبد الأمير الفضلي في تصريح له، جميع الأقسام المعنية في العتبة الحسينية المقدسة مستنفرة وتسابق الزمن لتقديم المساعدة للشعب اللبناني، وتعمل في 3 اتجاهات منذ انطلاق حملة الإغاثة الإنسانية. الانطلاقة الأولى والإغاثة الطبية، يتواجد فريق طبي يعني من هيئة الصحة والتعليم في لبنان حاليا لتزويد المستشفيات والأدوية، وأيضا الاتجاه الثاني هو الوجبات الغذائية التي ترسل عبر قوافل العتبة الحسينية المقدسة. أما الاتجاه الثالث يتمثل في إيواء بعض العوائل النازحة في مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة والفنادق في كربلاء. أمنياتنا ودعائنا إلى الباري عز وجل أن يعم الأمن والأمان في لبنان، وأن يرجعوا الوافدين الذين أتوا إلى أرض كربلاء أو إلى أرض العراق إلى بلدهم سالمين غانمين. إنه نعم المولى ونعم المجيب. Thank you.
تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم، وحياكم الله مرة أخرى إن شاء الله. وننتقل الآن إلى فقرة أخرى، ألا وهي فقرة ثقف نفسك. طبعا هذه الرسالة لنا أكيد ولكل من يشاهدنا، أنه مسألة الثقافة مسألة جميلة جدا، وعودناكم طبعا في هذه الفقرة في كل حلقة من حلقات برنامج صباح كربلاء نتوقف على معلومة أنه تختص أكثر بالجانب الصحي. طبعا المعلومة اليوم تقول: بالصدفة اكتشاف ارتباط مذهل بين عمى الألوان وتفضيلات الطعام. طبعا هناك يعني خبر يقول: بشكل غير مقصود توصلت عالمة النفس الكندية إيزابيل وطلابها إلى اكتشاف يتعلق بالاختلافات الفردية في التعرف على الطعام عن طريق دور فريد للألوان في الاستجابات العاطفية للأطعمة. وأيضا طبعا كشف هذا الخبر أنه الموسم الأول من الحلقات التلفزيونية التي تم بثها على إحدى القنوات الكندية أنه كيف يمكن للألوان أن تغير تجربة الطعام، وفي حين طبعا سحرت تشايلد الجمهور في 6 مواسم تم بثها بالأبيض والأسود. في مشاهدة الحلقات طبعا ساعد في الارتقاء بهذه التجربة من مجرد ترفيه إلى مجرد أو إلى تجربة شهية. مسألة أنه عمل ألوان، وكما يقال إسراء، عدم تدقيق العين أو تمييزها بين بعض من الألوان في هذه الدراسة التي اكتشفت على وجه الصدفة، أنه اكتشفت هذه عالمة النفس هناك ارتباط بين عمل ألوان وبين أنه تفضيلات الطعام. نعم صحيح صحيح، احنا دائما نقول من نضع الطعام على المائدة نقول العين تشوف، صح؟ فدائما نختار الأطباق الجميلة، نختار الألوان الزاهية مثل الخضروات للفواكه نضعها على إضافة المائدة. إلى فوائدها الصحية، يعني مسألة اختلاف إضافة الألوان إلى فوائدها الصحية. فدائما احنا من هذا المنطلق، يعني إذا خليتي بس أكل عادي على السفرة خاصة الأطفال راح يصير عندهم تذمر، لكن إذا نوعتي السفرة من حيث الألوان وتفضيلات الألوان راح تشوفين الإقبال على الشهية يزداد. صح، حتى الحالة النفسية، حتى الحالة النفسية أنه أسرع. يعني بعض من الأشخاص قد تكون عدة فد يعني حالته النفسية مو جيدة أو مزاجه غير جيد، لكن من يشوف أكو في التنوع تقريبا أنه على المائدة، يعني حتى إحنا عندما يعني نذهب إلى المتنزه إلى الحدائق العامة نلاحظ جمال الألوان وما خلق الله تعالى من جمال الأزهار، جمال الأشجار، هذا الخضار الجميل. تتذكرين قبل كم يوم يعني أنيوتش عندما خرجنا من الاستوديو شاهدنا بعض الفراشات الجميلة، ألوانها الجميلة، كيف تغيرت حالتنا النفسية؟ صح، ووقفنا ونقول سبحان الخالق على هذه الفراشة كيف تميزت بجمال ألوانها بجمال رسمتها الجميلة. صح، كل هذا من إبداعات الخالق الحمد لله. إذن مشاهدين الكرام دائما يجب أن ننظر إلى الطبيعة وإلى ما خلق الله سبحانه وتعالى من جمال الطبيعة ونقول سبحان الخالق الذي أبدع. إذن وقفة في أسرار الطبيعة وجمال الفراشات نشاهدها ثم لنا عودة. الفراشات مخلوقات رقيقة وجذابة، تعد الفراشة واحدة من أرق وأجمل المخلوقات على هذا الكوكب، فهي تتمتع بألوان رائعة وخلابة تجذب الناظرين إليها. عالم الفراشات كبير، إذ يحوي أكثر من 17,000 نوع فراشة في كل أرجاء هذا العالم، إلا أن واحدة من تلك الفراشات تتمتع بخصال غريبة ومميزة عن غيرها. تتمتع الفراشة الملكة والتي تنتشر في أمريكا الشمالية وتتمركز تقريباً بين دول كندا والولايات المتحدة والمكسيك بأعين تساعدها على الرؤية بوضوح. ما يميز أعين الفراشة الملكة هو امتلاكها 12,000 عين تساعدها على الرؤية، إلا أن ذلك لا يعني أنه باستطاعتها الرؤية بشكل سليم، فالفراشة الملكة لا يمكنها التركيز لرؤية الأشياء بهيئتها التامة، لكنها تمتلك خصائص أخرى
كقدرتها على رؤية الأشعة فوق البنفسجية. يمكن لهذا النوع من الفراشات أن يفرز سماً لحمايته من أعدائه، كما أنه يتمتع بحاسة شم قوية، ويضع نحو 250 بيضة بشكل يومي. في الناحية الأخرى، تعتبر فراشة الملكة ألكسندرا، وهي أكبر فراشة في العالم، حيث يصل طول جناحيها إلى 25 سنتيمتراً وأكثر، بينما الفراشة الزرقاء الغربية هي أصغر فراشة، حيث يصل عرضها إلى 2 سنتيمتر. هناك بعض الحقائق عن الفراشات، وهي من الأمور المدهشة حقاً لمن يسمعها للوهلة الأولى. تتذوق الفراشات من خلال أجهزة الاستشعار التي توجد تحت أقدامها، ويوجد أكثر من 17,500 نوع لها على مستوى العالم، وهناك حوالي 750 نوعاً موجوداً في أمريكا. تهاجر الفراشات الملقبة باسم فراشات الملك عندما تشعر بالبرد، حيث تقطع مسافة أكثر من 2500 ميل في المتوسط. ترى الفراشات الأشياء ما وراء الطيف فوق البنفسجي، ولديها 6,000 عدسة بشبكة العين تمكنها من رؤية الألوان التي لا نستطيع رؤيتها. يعتقد الكثير من العلماء أن الفراشات صماء، حتى أثبت أن لها آذاناً سنة 2012، ويوجد لديها ألسنة طويلة مثل شكل الأنابيب تستطيع من خلالها امتصاص الطعام. تشرب العديد من ذكور الفراش الماء الموجود بالبرك الطينية، مما يؤدي إلى امتصاص المعادن الموجودة بها. من ضمن الحقائق عن الفراش أنها تحتاج للاستراحة تحت ضوء الشمس كي تستطيع الطيران. على هنا يمكن القول أن تلك الحشرات لديها نمط حياة منفرد بها، وتمثل جزءاً هاماً من عالم الحشرات الذي نتعلم منه الكثير. فعلى الرغم من جمال ألوانها، وتمثل جزءاً هاماً من عالم الحشرات الذي نتعلم منه كثيراً، فعلى الرغم من جمال ألوانها، إلا أنها تستخدمها في خداع الآخرين. وأنتم، هل خدعكم جمال أجنحة الفراشة يوماً؟ هذا خلق الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. أكيد مشاهدينا الكرام، بعد ما استمتعنا بهذه طبعا النظرات وأيضا الصور التي توقفت على خلق الله تبارك وتعالى وإبداعه في خلق الموجودات، ومن ضمنها طبعا أنها الفراشات، طبعا نكون وإياكم وأيضا يعني خلق وأيضا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، ألا وهي المعادن في هذه الطبيعة، وكيف سخر الإنسان إلى استثمارها وشغل كل طاقاته وإمكانياته حتى أنه يتمكن من استثمار هذه النعم في هذا الوجود. مشاهدينا، راح نتوقف طبعا في فقرة حلي على معدن من المعادن طبعا المهمة جدا والنادرة في ذات الوقت، التي لها الصدارة بالوضع أو الأوضاع الاقتصادية في كل بلدان العالم، ألا وهو معدن الذهب. دعونا نشاهد سوية. نتكلم اليوم عن معدن الذهب، وهو من المعادن النادرة والنفيسة حسب توزيعها جغرافيا حول العالم. يمتلك الذهب مواصفات خاصة، لذلك هو غالي. والذهب في المنظور الكيميائي يمتلك أو يسمى بعنصر الأيو، اللي هو ضمن الجدول الذري، والعدد الذري إلى 79، لأن احنا كلتنا نعرف بشكل عام أنه احنا نقسم العناصر حسب الكتلة الذرية أو العدد الذري. الذهب حقيقة يتواجد في مناطق مختلفة من العالم، له صفات مختلفة. على سبيل المثال، لونه أصفر
محمر، ويتراوح هذا اللون بين الأصفر المحمر إلى الأصفر الصافي وإلى اللون الأحمر حسب التراكيز النحاسية والفضية الموجودة ضمن الذهب. الشيء الآخر اللي موجود بالذهب هو لا يتأثر بأغلب الحوامض، لذلك هو هنالك مجموعة من الحوامض اللي تؤثر على الذهب لإذابته أو للتعامل معه. الذهب أيضا يوجد في مناطق مختلفة من العالم، مثلا على سبيل المثال كان يعتقد سابقا أن الذهب أو أكثر تموضع للذهب هو في جنوب أفريقيا، وهذا بالفعل حتى عام 2007. بعد عام 2007 الإحصائيات أشارت إلى أنه الصين اجتازت جنوب أفريقيا بكميات كبيرة من إنتاجها للذهب، جت بعدها روسيا، جت بعدها أستراليا، جت بعدها بيرو، لكن الذهب يتواجد في مناطق مختلفة بشكل حبيبات في بعض الأحيان، يعني ماكو عندنا كتلة كبيرة من الذهب تتواجد بالطبيعة، يتواجد في بعض الأحيان بشكل رقائق وفي بعض الأحيان بشكل محلول صلب، يعني مدمج مع عناصر أخرى، وأغلب هذه العناصر هي النحاس. حقيقة عثر في عام 1557 لأول مرة في أستراليا على كتلة كبيرة من الذهب، تقريبا كانت تزن بحدود 71 كيلوغرام، وهي أكبر كتلة مسجلة للذهب في العالم. بعد ما عرفنا أنه الذهب وين متواجد، الذهب يتواجد في نوعين من الصخور، يعني يتواجد فقط في الرسوبية وفي البركانية، لذلك موجود بكثرة في صخور الكوارتز، في البازلت، في المونزنايت، وبعض الصخور الأخرى النارية. يتموضع الذهب حول مجاري الأنهار، لذلك نشوف يعني حتى في الأفلام الطبيعية والأفلام الوثائقية نشوف كثير من الناس يبحثون عن الذهب بواسطة ما يسمى بالسيفينج أو الغربلة، يجيون على الأحجار الموجودة في والطمأ الموجودة قرب الأنهار وينخلوها، ويشوفون في بعض الأحيان أنه هاي موجودة بعض حبيبات الذهب اللي يحصلون عليها ويجمعوها. يستخدم الذهب في كثير من الصناعات، مثلا على سبيل المثال وللفترة الأولى ومنذ القدم كان يستخدم في سبك النقود، وهذا ربما موجود لحد هذه اللحظة. أيضا يستخدم الذهب للحلي، كلنا نعرف أن النساء وكثير من الرجال يتزينون بالذهب. أيضا يستخدم على شكل سبائك في الصناعات الطبية، ويستخدم أيضا في صناعة بدلات رواد الفضاء وفي المفاعلات النووية بعد معاملته، لأنه يتحمل أو له قدرة كبيرة بعد ما يكون سبائك على التعامل مع الحرارة. احنا قلنا ما يعني يوصل حرارة، بس درجة حرارة الذوبان عالية جدا. طبعاً قبل أول شيء صياغة الذهب يبدأ من الكسر، وأكو ورش حسب الورشة، أكو ورش تستخدم المعامل الكبيرة، تستخدم أو السبائك الكبيرة، وإحنا حسب الحاجة يعني حسب إمكانياتنا نستخدم الشغلات على قدنا، يعني مثلاً الصغيرة أو القليلة. وقبل ما نبدأ فصل الذهب لازم نصهره ونسوي الشكل اللي نريده. هسه راح نبدي نصهر الذهب. طهرنا
الذهب نشكله حسب الريده بالماكينه. بعد ما سحبنا الذهب لازم نسخنه لان حتى لا يقوم يشقق، ونعيده مره ثانيه نسحبه حسب الجيج اللي احنا نريده. هسه نسخنه بالقلم على هالشكل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين وإياكم بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. دعونا نتوقف بدقائق مع موجز الأخبار والزميل علاء السلام. السلام عليكم، موجز بأهم الأخبار، أهلا بكم. ملاكات العتبة العلوية المقدسة تستمر باستنفار جهودها لتقديم الدعم اللازم للعوائل اللبنانية الوافدة إلى النجف الأشرف. إدارة العتبة المطهرة فتحت أبوابها لاستقبال الوافدين في الفنادق وأماكن الاستراحة فضلاً عن تجهيزهم بما يحتاجونه. الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة تفتتح مطبخها المركزي في مدينة السيدة زينب عليها السلام بسوريا خدمة للعوائل الوافدة من لبنان. المطبخ يجهز العوائل اللبنانية بثلاث وجبات يومياً وبمختلف أنواع المأكولات. العتبة الحسينية المقدسة تواصل دعم ملف السلم المجتمعي حيث ساهمت بحل نزاع عشائري دام 10 سنوات في محافظة نينوى، حيث نجحت العتبة المطهرة بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء في حقن الدماء وإصلاح ذات البين بين العشائر المتخاصمة. مركز الهادي لاعتلال العضلات والأعصاب التابع للعتبة الحسينية المقدسة ينظم ورشة عمل حول علاج مشاكل السير بالروبوت. الورشة استهدفت المعالجين الفيزيائيين، تناولت توضيح أهمية توفير الأجهزة المتطورة لتأهيل المرضى. مدينة كربلاء المقدسة تشهد تنظيم ورشة علمية حول آلية العمل الإداري في تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي. الورشة تضمنت التعريف بالآليات المتبعة عالميا في مجال مكافحة الفساد ضمن الإطار العملي الذي يخدم المؤسسات الصحية. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن إصغائي والمتابعة. إلى اللقاء. مشاهدينا الأكارم، طبعا بداية أنه نشكر زميلنا علاء السلامي على بيان أهم عناوين الأخبار. طبعا إحنا دائما نذكر أنه للمؤتمرات الدولية والنشاطات والورش والندوات أنه لها أثرها طبعا البليغ جدا وانعكاساتها الإيجابية وثمارها الطيبة على المجتمع على الجانب والمستوى الثقافي والفكري. اليوم طبعا راح نتوقف في جولة ميدانية مباشرة من كلية الإمام الكاظم في بابل، ونشاهد طبعا وإياكم سوية وطبعا نطلع على تفاصيل المؤتمر العلمي الدولي السنوي 11 لفكر الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه مع زميلنا جلال طالب. صباح الخير والعافية عليك وحياك الله. صباحكم الله بالخير والعافية زميلتي العزيزة. فعلا أنا اليوم بكلية الإمام الكاظم أقسام بابل
حتى أنقل لكم وقائع المؤتمر الحادي عشر لفكر الإمام الحسن. طبعا هذا المؤتمر اشتركت به الأمانتين العامة للعتبة الحسينية والعباسية وأيضا جمعية العميد وكلية جامعة الكفيل وجامعة العميد وجهات أخرى على رأسها الأمانتين العامة للعتبة الحسينية والعباسية، هو أيضا يعني مشروع الإمام الحسن أو مدينة الحلة عاصمة الإمام الحسن اللي يعملون عليها منذ 11 عاما. إذا سمحتم لي أن أستضيف معي أحد أعضاء اللجنة التحضيرية عميد كلية العلوم الإسلامية الدكتور مصطفى الأنباري للحديث أكبر أو أكثر عن وقائع هذا المؤتمر اللي تقيمه كلية الإمام الكاظم أقسام بابل اللي إحنا متواجدين اليوم بها لنقل وقائع هذا المؤتمر. صباحكم الله بالخير دكتور. صباحكم الله بالخير وأهلا ومرحبا بكم بقناة كربلاء الرائدة في تغطية هذه الإسهامات الفكرية. احنا اليوم بالبرنامج الصباحي وحابين ننقل للمشاهد الكريم وقائع هذا المؤتمر اللي هو من نسخة 11، يعني أهمية فكر الإمام الحسن ولماذا الحلة ولماذا يعني هذه الجهات العديدة اللي تشترك بهذا المشروع اللي يعني حقيقة رائد وفريد من نوعه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا تقيم الأمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين بالتعاون مع الهيئة العليا لمشروع الإمام الحسن عليه السلام، ولنا الشرف بأن تكون هناك جامعات أخرى مشاركة كجامعة الكفيل وجامعة العميد، والشرف الكبير الذي لكلية الإمام الكاظم عليه السلام بأن تستضيف لهذا العام وللسنة 11 لعمر هذا المؤتمر أن تستضيف النسخة 11 كلية الإمام الكاظم، وعلى اعتبار بأن هذا المؤتمر له من الأهمية البالغة والكبيرة التي من شأنها أن تركز وتسلط الضوء على فكر الإمام الحسن عليه السلام، لا سيما وأن فكره امتداد لفكر النبوة ومسار لفكر المعصومين عليهم السلام. عفوا، وقائع المؤتمر اليوم ايش راح تتضمن؟ واعتقد هو بدا حالا يعني المؤتمر وقائعه واهم البحوث اهم الجهات المشاركه. نعم، طبعا الان نتحدث والمؤتمر ينعقد في القاعه الكبرى في الكليه، وشارك في المؤتمر واكثر يعني من 21 بحثا تم انتخابهم من جمله كبيره من البحوث التي قدمت الى اللجنه العلميه، وانتخبت هذه البحوث استنادا إلى معايير علمية وإلى تدقيق وسلامة فكرية وغيرها من الأمور الأخرى التي يغربل فيها البحث العلمي من أجل أن نصل إلى صفوة الصفوة من البحوث التي تتحدث عن هكذا شخصية عظيمة هي شخصية الإمام الحسن عليه السلام، وتأكيدا لأن تكون البحوث فيها جدة، فيها ما يمكن أن يستكشف هذا البحر الكبير، البحر الذي يمتلئ بالأفكار التي من شأنها أن تعالج مشكلات حيوية كبيرة أساسية في المجتمع. وبالتالي هذه البحوث 21 التي سوف ينتخب منها 4 بحوث ستلقى في القاعة، ومن ثم بقية البحوث سوف تنشر في إصدار خاص تحت عنوان أعمال المؤتمر العلمي الدولي 11 للإمام الحسن عليه السلام. عفوا دكتور، الأمانتان العامة الحسينية والعباسية دائما ما تحب أنه تبلور أعمالها داخل الجامعات، يعني الحوزة والجامعة اليوم اتفقت على عقد هذا المؤتمر، يعني هل لذلك أهمية في يعني تكوين البحث العلمي وفكر الإمام الحسن من الجانب الحوزوي والجانب الأكاديمي؟ بالتأكيد، يعني العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية لهما إسهامات كبيرة ورائدة في دفع عجلة البحث العلمي في الجامعات ورفدها وإسنادها وتهيئة كل ما يلتزمه الأمر من أمور لوجستية وقضايا أخرى حتى على الجانب الفكري بما يتعلق بنشر هذه البحوث تتكفل به العتبتان المقدستان. والأمر الآخر أيضا الذي يمكن أن يثبت نقطة مائزة للعتبتين المقدستين بأنها لم تنفك في مسيرتها العلمية من دون أن تكون الجامعات حاضرة في هذه المسيرة العلمية دعما للجامعات وتأسيسا على نقطة مهمة جدا تتمثل بأن العتبة الحسينية والجامعات مسارها العلمي مسار واضح ومحدد
والكل متفق على هذا المسار الذي يصب في مصلحة البلد وإعلاء لفكر أهل البيت عليه السلام. دكتور، نعم. ماذا عن الحلة وفكر الإمام الحسن نجلال. ولماذا هذه الترابط الفكري بين الاثنين بعجالة إذا سمحت؟ طبعا تعرفون بأن الحلة فيها من أحفاد الإمام الحسن عليه السلام الكثر، وهي أكثر مدينة تشتهر بأنها حوت على رفات وعلى مراقد أبناء الحسن عليه السلام، وبالتالي فإن انطلاقا من هذه القضية وتأسيسا لمسألة مهمة جدا بأن الحلة مدينة عاشت فيها الحوزة العلمية ما يقرب من 4 قرون، فهي مدينة منذ أن تأسست بهذا المسمى هي ما زال السائر على فكر أهل البيت عليهم السلام. نعم إسراء ونعم نهاوند، فعلا كلية الإمام الكاظم اليوم لا. احتضنت أهم المؤتمرات في مدينة الحلة والذي أقامته العتبتين الحسينية والعباسية جميل. وهذا المؤتمر هو النسخة 11 ولأهميته الكبرى دائما ما يسلطون الضوء عليه. وإذا كان لديكم أي سؤال. شكرا جزيلا أخونا جلال، وشكرا لضيفكم الكريم، والله يبارك بكم، وإن شاء الله يا ربي كل ما يعملونه به يكون في ميزان حسناتهم، وبالتوفيق والنجاح والازدهار. شكرا جزيلا. إذن نعم أكيد طبعا إسراء، إحنا يمكن ذكرنا وكررنا مرة ثانية هذه المؤتمرات خصوصا مما تخص شخصيات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، يمكن أقل ما يمكن أنه نقدمه لمجتمعاتنا بالاستلهام من هذه الشخصيات العظيمة إن شاء الله، وخصوصا طبعا مشاهدينا من خلال المناسبات الخاصة بأهل البيت عليهم السلام. هناك إرث نبوي من آل البيت عليهم السلام لابد أن نتوقف عليه على طوال العام، ليس فقط أنه في المناسبات الخاصة، نحتاج أنه كأطروحات دكتوراه رسائل ماجستير ويأخذ صدى أكثر في الجامعات والمعاهد. فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدين الكرام، اليوم يصادف 15 من شهر أكتوبر، وهو مناسبة اليوم مناسبة جميلة جدا، ألا وهو اليوم العالمي للمرأة الريفية. هذه المرأة التي ضحت، هذه المرأة التي جاهدت وساندت الرجل. يحتفى باليوم الدولي للمرأة الريفية في 15 من شهر أكتوبر من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تسليط الضوء على دور المرأة الريفية وأهميتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تعاني النساء في المناطق الريفية من تحديات خاصة، حيث يعتبرن غالبا الأكثر تهميشا وحرمانا من الفرص الاقتصادية والتعليمية وكذلك الصحية. تسهم المرأة الريفية بشكل كبير في الزراعة والإنتاج الغذائي، حيث تمثل نسبة كبيرة من القوة العاملة في القطاع الزراعي عالميا. رغم هذا فإنهن يواجهن يعني عقبات كبيرة تتعلق بالحقوق الملكية والموارد، وغالبا ما تكون النساء الريفيات غير قادرات على الوصول إلى الأرض أو الموارد المالية، مما يحد من قدرتهن على تطوير أنشطتهن الاقتصادية. ولأهمية هذا اليوم ستكون لنا وقفة في فقرة حديثنا، فانتظرونا.
إذن راح نتوقف إن شاء الله في هذه الفقرة، هي فقرة حديثنا حول المرأة الريفية أو سيدات من الطبيعة المرأة الريفية انموذجا. إن شاء الله طبعا نتناول مسألة أهمية هذا اليوم بما أنه ذاكرة الأيام هو اليوم المصادف اليوم العالمي للمرأة الريفية. طبعا نتوقف إن شاء الله أكثر مع الأستاذة سلوى عبد الرزاق، مهندس زراعي ومسؤولة تطوير المرأة وأيضا الفتاة الريفية. نرحب بكم أجمع تحيات. شكرا جزيلا. شكرا أهلاً جزيلا. أهلا وسهلا سلوى، حياك الله. شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا جزيلا. نشكر قناة كربلاء على هذه الاستضافة الجميلة. الله يبارك فيكم. واهتمامكم بالمرأة الريفية. أكيد. يعني أشكركم شكر جزيلا. الله يحفظكم. هذا فشيء يعني واجبنا بصراحة، ومهما عملنا احنا لا نفي حق هذه المرأة المناضلة المجاهدة. بداية سلوى، ما أهمية هذا اليوم وهو اليوم المرأة العالمي للمرأة الريفية؟ المرأة الريفية يمكن نعتبرها مو بس نصف المجتمع، نعتبرها ثلاثة أرباع المجتمع، 90% من المجتمع، لما لها من دور كبير بالمجتمع. صح. هي الأم، الأخت، الزوجة المضحية اللي واقفة مع زوجها بالعمل، يعني تقريبا لو ما يعني تكون لها هاي المكانة مو فقط بالعراق وإنما بالعالم كله، لما لها من دور ما خصصت لها يوم، يوم عالمي هو يوم المرأة الريفية. صحيح. يعني هي امرأة مجاهدة مناضلة، بس في نفس الوقت هي مهمشة. ما إلها يعني مثلا يعني الأنظار مو عليها، يعني دائما دورها مخفي. نعم. مع العلم هي أم المجتمع، هي ربة أجيال، ضحت كافحت مع زوجها بأبسط الظروف. أحسنتم. طيب سلوى، أنه يمكن اليوم العالمي دي يتم تناوله من قبل أنه الطبقة المثقفة أو المؤسسات الأكاديمية أو غيرها، انعكاسات هذا اليوم العالمي ونشاطاته إن صح التعبير على واقع المرأة الريفية اليوم، هل هناك بعض من المبادرات النشاطات التي تطلق؟ أكو نشاطات، أكو نشاطات مبادرات للمرأة الريفية، بس مو ذيك النشاطات اللي يعني مثلا يعني القصور بمن برأيكم؟ ما بقصور، يعني هي المرأة بالريف دائما محكومة بالعادات والتقاليد. يعني حتى مثلا نريد نسوي لها مثلا معارض أو نسوي لها اجتماعات، يعني المجتمع مين يخليها تطلع يعني برا. المجتمع الريفي، المجتمع الريفي مجتمع يعني حد الآن نعاني من عملية التقاليد والعادات. يعني مين يخليها تطلع لي برا؟ مثلا أنا أريد أسوي لها معرض. يعني أتمنى بكربلة يصير معرض للمرأة الريفية، مثلا هاي التراث اللي احنا هسه يعني دين يقل، خاصة مثلا منطقة الحسينية، منطقة الهندية، مثلا الخوص، هاي التراث القديم. ما شاء الله كفنانات، يعني هن كفنانات بس ماكو راعي لهم. يعني مثلا صح. مثلا هسه مثلا ماكو دولة تقول مثلا اكو مثلا محل مثلا مركز المدينة. هسه انت منتبه مثلا تروح دول العالم، اول ما تدخلين، هسه ذاك يوم سافرت لإيران، اول ما دخلت رحت للمعرض مالتهم التراث، يعني لحد الان نحب التراث. طيب فاحنا مدى يعني سلوى، يعني ساثناء حديثك، يعني احنا الاستاذ المخرج دي يعرض لنا بعض اللقطات عن حياه المراه الريفيه. انت ذكرتي في بدايه الحديث اليوم المراه الريفيه مهمشه. بلي. طيب ما هي القضايا التي تعاني منها اليوم المراه الريفيه وكيف يتم معالجه هذه القضايا؟ اول قضيه هي قضيه انه هي اولا مهمشه، ما الا اكل يعني مع العلم هي مهمشه من ماذا؟ بإعطاء يعني الافكار، بإعطاء رايها. تريد تطلع للعمل مين خلوها تطلع؟ مثلا هسه انا اطلع بنات مخرسات كليه، ليش متروحون تتعينون؟ مين خلوها تطلع؟ لحد الان متقيده بالعادات والتقاليد. تعرفين انت العراق تعرض للحروب، حروب من الثمانين لحد الان. نعم. فالمراه من مثلا لا اما اسم الله يموت زوجها او مثلا تتزوج تحتاج الى فرصه عمل، تحتاج الى عمل ان تطلع لي برا. صح. بس هو ما بيخلوها تطلع لانه عادات وتقاليد انه لازم هي بالبيت. فاحنا شو نقول؟ المراه لازم عندها مهنه تكون داخل البيت. نعم. لانه هي محاربه من برا ما يخلوها تطلع. يعني مثلا رحت والله اروح اوائل كلها تطلع اوائل بناتهم، مين خلهم يكملون جامعة؟ عادات وتقاليد مين خلهم؟ طيب إذن العائق مسألة أنه العادات والتقاليد. العادات والتقاليد تجربة قد يكون أنه يعطون فد ورش معينة أو اجتماعات أو ندوات إلى الرجال، قد يكون أخوانهم أو آبائهم، حتى يكون أنه كوسيلة يعني أمامكم تسهل مسألة التثقيف والتوعية. لا يعني قد ما احنا يعني حاولنا وياهم ماكو شيء. يعني حتى بعد دورات مثلا أسوي دورات خياطة مين خلوها تجي؟
انه شلون تنتقلين من هذا البيت الى هذا البيت، يعني مين خلوها هيك يعني بعدها ما حكومه بهاي عادات وتقاليد. نعم. الشغله الثانيه اللي عانيت من عندها سنه 2012 دوله رئيس الوزراء المالكي نوني مالكي اعطى خروض للمراه الريفيه. شنو المشكله اللي واجهتني؟ واجهتني ان المراه ما عندها سند ارض ملكيه، ما عندها ارض ملكيه. يعني دائما يعني مثلا اخوتها ميطوها ارض سند، زوجها ميطيها ارض سند، فما اعطيت ولا قرض. تغبن من ناحيه انه الارث وغيره الارث، فما ابد ما اعطيت ابد ما اعطينا اي قرض للمراه الريفيه. فقمنا شو نسوي؟ هو يجي زوجها ياخذ القرض باسمها، ياخذ القرض باسمها، فهذه هي اكبر مشكله للمراه. اكيد يعني هذا حق من حقوقها، ابسط حق من وهذا حقوقها. ما انزل الله سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني هذا ما اوصانا به يعني إيه؟ انه يكون عندها ارث، يعني اظن يعني المراه تموت وهي ما تاخذ حقها من اهلها. صحيح. لانه على اعتبار هي امراه. هاي مشكله. المشكله الثالثه مشكله التعليم. نعم. مين خلوها تكمل تعليم؟ المشكله طيب إيه؟ هل هناك يعني برايكم ست سلوى هل هناك يعني مدارس كافيه، مستشفيات، مراكز صحيه في الارياف؟ لا والله ماكو. انا يعني مثلا اروح مثلا منطقه عون، يعني مسافه كلش بعيده كيلومترات اللي يأجرون مثلا كيه يلا يودون بناتهم للمدرسه، فمين يقبلون؟ طب ربما هذا السبب، يعني اذا كانت هناك مثلا مدارس قريبه من السقوط لهسه، يعني مع احترامي للدوله يعني ما بنت لي حد الان مدارس جديده. نعم. نعم ان شاء الله مساله التعداد السكاني وتوزيع الموارد الماليه. اي مو احنا مثلا كربلاء تعرضت. نعم. الى مثلا هواية جتنا هجرات اكيد. طيب. فصار تكدس سكاني كثير، يعني مدارس يعني قليله. طيب يعني سلوى خلينا نكون اليوم اكثر ايجابيين، يعني احنا اليوم اليوم العالمي للمراه الريفيه. انا وصفت المراه الريفيه في فقره حديثنا هن سيدات من الطبيعه، لأنها أكثر سيدة اليوم عاشت في الطبيعة ومع هذه الطبيعة الجميلة استيقاظها منذ الصباح الباكر وهي تلامس يعني زقزقة العصافير وتحاكي أنغام الموسيقى التي تصدر من الأشجار. حدثينا عن حياتهم الإيجابية، كيف اليوم المرأة الريفية بهذا الإبداع تنتج الموارد الزراعية والاقتصادية التي تغذي مو فقط مجتمع محلي بل العالم بأكمله. يعني أنا أكو بعض النساء الريفيات اللي دخلت لهم أتمنى أسوي لهم تمثال لاجتهادهم ولعملهم، يعني يعرق الجبين من هالقد أعمال عندهم جيدة يستحقون وبجدارة يستحقوها. يعني أكو منطقة رحت لها والله العظيم امرأة مبدعة. نعم. لقيت تخيط وتسوي قمر وأجبان ومربية العفو أغنام. نعم. ومربية أولادها على الصلاة والصيام، يعني امرأة مبدعة. نعم. حلو. فأنا من هيك نساء يعني أفتخر بيه. مثابرة جدا. مثابرة صراحة. يعني اليوم المرأة الحضرية مع كل التكنولوجيا والحياة المعاصرة وشوف هي وقد مبدعة. أنه تتحجج أنا تعبد وكذا، لكن من تقف أمام المرأة الريفية تخجل صراحة والله. أمام التعب والجهد. يعني حتى أنا رجعت العفو بين كلامكم رجعت للبيت أنا مقهورة على نفسي. يعني هيك إنسانة مبدعة، يعني كل الشغلات هي مسويتها، يعني حتى قلت خليني اتعلم من عندها، يعني أكيد. اللي هيك يعني ابداع عندها. مثلا اكو مناطق اروح لهم مثلا بالحسينيه، يعني والله العظيم ارد اقبل ايدها. ليش؟ الله. لان تقول لي انا ابني دكتور وابني ما مهندس شاء الله. وبنتي مدرسه. يعني هاي انسانه مبدعه. صح. اكيد يعني أكيد. اللي هي انسانه غير متعلمه. نعم. وانشات جيل متعلم الحمد لله. ان شاء الله ياخذون دور هذا فخر لنا بالمجتمع. فخر منا. نعم. فانا شنو اطلب يعني القاء الضوء إن على هاي النخبه، على نخبة المرأة الريفية. إن شاء الله يصل صوتك من خلال منبر مجموعة قنوات كربلاء الفضائية إلى كل المعنيين بهذا اليوم العالمي وهو اليوم الدولي للمرأة الريفية. الأستاذة والست سلوى عبد الرزاق مهندس زراعي ومسؤولة شعبة تطوير وتمكين المرأة والفتاة الريفية، شكرا جزيلا وأخذنا من وقتك وإن شاء الله يا رب. يعني ملاحظة بس فضل. أتمنى من عندكم، يعني أنا أطلب من الحكومة المحلية إنه مثلا إذا أجتهم مثلا مبادرات مثلا مساعدات لو في شيء، أتمنى من عندهم فقط تخصيص يعني جزء من هاي المبالغ لإقامة مشاريع صغيرة للمرأة إن شاء الله. حتى تعين كدعم لطاقاتها بحياتها اليومية إن شاء الله. وإحنا نضم صوتنا إلى صوتك. أي والله أتمنى وأتمنى من الحكومة المحلية يعني تخلي اتجاهها على هاي النخبة الجيدة اللي تخلق جيل واعي، جيل مكافح وجيل مناضل. أحسنتي. شكرا لكم. شكرا لحضوركم طبعا سلوى على هذه الكلمات إن شاء الله.
إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذا الحديث الطيب مع الأستاذة سلوى متواصلين وإياكم بباقي فقرات صباح كربلاء، لكن بعد هذا الفاصل. أنا نرجس وحكايتي لم تنتهي وهسه بدأت. في أعماق أرياف مدينة الناصرية، حيث الأرض تحتضن السماء بروح بسيطة ونقية، نشأت طفلة صغيرة تحمل في قلبها حباً لا ينضب لأهل البيت عليهم السلام. كانت نرجس رغم سنواتها العشر التي لم تكتمل بعد ممتلئة بالشغف والرغبة في تقديم كل ما تستطيع لخدمة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. الشمس اللاهبة والمرض الذي نال من جسدها الصغير لم يثنياها عن أداء رسالتها، بل كانت تستمد قوتها من كل خطوة يخطوها الزائرون المتوجهون نحو كربلاء المقدسة. كأن هذه الطفلة كانت تزرع في كل خطوة أملاً جديداً، وتروي بعرقها أرضاً تفيض بالبركة. وفي لحظة غير متوقعة تجلت الأقدار أمامها حينما لامستها أضواء كاميرا قناة كربلاء الفضائية لتفتح أمامها أبواب الشهرة والرحمة معاً. وخلال أيام قليلة انتشرت قصتها وبلغ صداها مسامع العتبة الحسينية المقدسة. من هناك جاء القرار الذي غير مسار حياتها، إذ تكفلت العتبة بعلاجها وتعليمها وتحقيق حلمها الذي طالما احتضنت، ألا وهي زيارة مقام السيدة زينب عليها السلام. تحققت أمنيتها، وقفت نرجس عند ضريح السيدة زينب بشغف غامر. في تلك اللحظة شعرت كأن روحها تتجدد وأن هناك قوة غير مرئية تملأ قلبها. كانت تلك الزيارة بمثابة ولادة جديدة لإيمانها وعزيمتها، فهي لم تعد طفلة صغيرة فقط، بل أصبحت رمزاً للإصرار على العطاء، عطاء يتدفق من قلبها دون مقابل. أنا نرجس هسه جيتك زايرة، كنت أقول شلون أزورك حايرة، إحسين ودان وجيتك من بعيد، الله فرجها وجيتك زايرة زينب، صارت اللي ما تصدق زينب، يا نبض قلبي يدق زينب، إن شاء الله ما نفترق زينب. مشكورة يا الفدوة رحت لحجابيك، مشكورة خليتينا شوف عتابيك، حلمي كان زيارتك لما نبكيت، أنا ذيك العذباها مصابيك زينب، صارت اللي بتصدق زينب، يا نبض قلبي ليدك زينب، إن شاء الله ما نفترك زينب. طريق خدمة الإمام الحسين هو طريقي، وأتمنى كل طفل أو طفلة يصيرون مثلي بمصدر النور والإلهام. وعندما وقفت أمام ضريح السيدة رقية عليها السلام رأتها بعينيها الطفوليتين، كأنها مرآة تعكس قصص الأطفال الذين مروا عبر الزمن، فهمت أن الطفولة ليست قيدا بل جناحا يحمل الإنسان نحو عوالم أسمى من التضحية والكرم. أدركت أن العطاء ليس بحاجة إلى عمر محدد،
بل ينبع من عمق الإيمان وقوة القلب. كل واحد بيعمل بحب وإخلاص لخدمة الإمام الحسين، الله بيعطيه خير وبركة. وهكذا أصبحت قصة نرجس علامة مضيئة على طريق خدمة الإمام الحسين عليه السلام، وشهادة حية على أن من يخدم في درب الحسين فإن بركات السماء تفيض عليه بالنعم، فتتحقق أحلامه وتهدى إليه الخيرات. قصتها البسيطة تحمل في طياتها دروساً عميقة عن الإيمان، عن العطاء والصبر والتضحية، وتبقى شاهدة على عظمة خدمة الإمام الحسين عليه السلام الذي ترفع صاحبها إلى أعلى مراتب الكرامة والبركة. هذه الطفلة التي بدأت خدمتها في ريف النائم أصبح اسمها معروفاً في كل مكان. تحولت قصتها من طفلة بسيطة إلى قصة ملهمة لكل من سمع بها، تذكرنا بأن الإيمان والعمل الخالص لله لهما سبل خفية لا يدركها البشر. كم من طفل أو طفلة مثل نرجس يعيشون في ظروف قاسية، لكن القدر يخفي لهما نهاية سعيدة بكرامة إلهية. قصة نرجس ليست فقط قصة طفلة خدمتها ظروف غير متوقعة، بل هي شهادة على قدرة الإيمان على تغيير مجرى الحياة، وهي درس لنا جميعاً بأن الخير مهما كان صغيراً له صدى يتردد في الأرض وفي السماء. لبرنامج صباح كربلاء، صفاء الوسطي، دمشق. حياكم الله مشاهدينا الأكارم. طبعا بعد ما شاهدنا هذه القصة الجميلة للطفلة نرجس طبعا من أرز سوريا مع زميلتنا صفاء الواسطي، ننتقل وإياكم إلى محطة أخرى من محطات برنامج صباح كربلاء مع زميلنا مصطفى لنتعرف وإياكم على درجات الطقس العظمى والصغرى للمحافظات العراقية. صباح الخير والعافية عليك يا مصطفى. صباح الخير والعافية نهاوند ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، إن شاء الله صباح بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. صباح الخير وصباح العافية عليك مصطفى. صباح الخير والعافية إسراء ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. الله يبارك بك مصطفى. ما هي أخبار درجات الحرارة؟ هل هناك انخفاض، فرصة لتساقط الأمطار؟ يا ريت تعلمنا بذلك. إن شاء الله يعني من يوم الجمعة يبدأ الانخفاض بشكل واضح، يعني الأسبوع المقبل إن شاء الله مقبلين على انخفاض واضح وصريح في درجات الحرارة. لكن اليوم يعني درجات الحرارة على ما هي تقريبا أيضا مع زيادة في نسبة الرطوبة. إن شاء الله إذا نتعرف إن شاء الله أكثر يا مصطفى من خلالك ونترك الهواء لك. شكرا جزيلا زميلاتي، إن شاء الله تفاصيل أوفى وأدق عن النشرة الجوية في بغداد وباقي المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، لكن بعد ما نروح لهذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي الأكارم أينما كنتم وتكونوا في صباح جديد مع نشرة العنوان الجوية التي تأتيكم دائما ضمن برنامج صباح كربلاء. نبدأ كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة العنوان الجوية والرصد الزلزالي التابعة طبعا لوزارة النقل العراقية عن الحالة الجوية المتوقعة في البلاد لهذا اليوم الثلاثاء 15 من أكتوبر. الطقس سيكون على العموم صحوا وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة على العموم، أما فيما يخص مدى الرؤية سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر. أيضا يكتب المتنبي الجوي حسين الأسدي لا تزال التوقعات تشير إلى انخفاض واضح جدا في درجات الحرارة طبعا كما نوهنا قبل قليل بدءا من الجمعة المقبلة والأسبوع القادم بشكل عام، لتسجل منتصف ونهاية 20 درجة مئوية إن شاء الله في المناطق الشمالية والغربية، بينما تسجل 30 درجة مئوية تقريبا في العاصمة
الحبيبة والمناطق المحيطة بها وربما نهاية 20 درجة مئوية في بعض المناطق، أما في المناطق الجنوبية يكون الانخفاض قليل حيث تسجل بداية 30 درجة مئوية، وذلك بسبب نزول حوض علوي بارد مصاحبة له كتلة هوائية باردة وفرص لأمطار أيضا متوقعة على المناطق الشمالية. بالنسبة للرياح سيستمر سكونها وتقلبات الرياح وتكون جنوبية شرقية أحيانا، والتي من المتوقع أن تستمر حتى الجمعة ثم تتحول إلى شمالية غربية، عدا المناطق الجنوبية تتحول إن شاء الله السبت والأحد المقبلين، بعدها ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية خصوصا في المناطق الجنوبية، وأيضا فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق، وهنالك أيضا استمرار سكون الرياح يكون متوقع مع زيادة بتلوث الهواء للأسف خاصة في العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها، لذلك ينصح بتقليل النشاط الخارجي وأيضا لبس الكمامات بالنسبة لمرضى الربو. هذا الخبر أثار انتباهنا، أما درجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، أجواء مشمسة في بغداد كما تلاحظون، 21 درجة مئوية ابتدأت الصغرى وسترتفع لتسجل العظمى 37 بحسب الخبراء في الأرصاد الجوية. ننتقل إلى أقصى الجنوب في البصرة الفيحاء، 20 درجة مئوية ابتدأت الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى وسترتفع إلى الضعف مع أجواء مشمسة أيضا هنالك في البصرة. بالاتجاه المعاكس في أربيل تحديدا 20 درجة مئوية ابتدأت الحرارة الصغرى في منذ ساعات الصباح الأولى وسترتفع تقريبا 15 درجة مئوية لتسجل 35 درجة مئوية إن شاء الله. الأجواء ستكون أيضا مشمسة وصافية في أربيل. أيضا في محافظتنا المقدسة كربلاء 24 درجة مئوية الصغرى بدأت ومن المتوقع أن ترتفع لتبلغ ذروتها 38 درجة مئوية، طبعا الأجواء ستكون صافية ومشمسة هنا في كربلاء. أيضا بالعودة أو إلى شمالنا الحبيب في السليمانية تحديدا كما تلاحظون الانخفاض الواضح في درجات الحرارة 13 درجة مئوية الصغرى، أما العظمى سترتفع لتسجل تقريبا 32 درجة مئوية، الأجواء ستكون أيضا مشمسة في السليمانية. أيضا بالانتقال إلى محافظات الفرات الأوسط في بابل تحديدا كما تلاحظون 20 درجة مئوية الصغرى ابتدأت والعظمى سترتفع تقريبا 18 درجة مئوية لتسجل حاجز 38 درجة مئوية أيضا كعظمى، والأجواء ستكون مشمسة في بابل. أيضا بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ميسان تحديدا 23 درجة مئوية ابتدأت الحرارة لهذا اليوم، إن شاء الله ستصل إلى 40 درجة كذروة للعظمى، الأجواء ستكون مشمسة وصافية في جنوب العراق تحديدا في ميسان. أيضا ندهوك من أكثر المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة، ستصل العظمى فقط إلى 31 درجة مئوية كما تلاحظون، الصغرى 17 درجة مئوية، الأجواء ستكون مشمسة وصافية في دهوك شمالا. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى من محافظاتنا الحبيبة بالتحديد في محافظة الأنبار في غرب العراق، كما تلاحظون أجواء مشمسة بدأت ب 20 درجة مئوية ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل تقريبا 37 درجة بحسب الخبراء بالأرصاد الجوي. أيضا ما زلنا في قراءة درجات الحرارة، وهذه المرة ننتقل إلى النجف الأشرف التي سجلت 24 درجة مئوية الصغرى والعظمى سترتفع لتسجل 40 درجة مئوية، والأجواء ستكون إن شاء الله مشمسة وصافية هنالك في النجف الأشرف. أيضا بالانتقال إلى محافظة الديوانية التي سجلت منذ الصباح 25 درجة مئوية كحرارة صغرى وسترتفع إن شاء الله لتصل عتبة 40 درجة مئوية إن شاء الله كحرارة عظمى، الأجواء ستكون كما تلاحظون إن شاء الله مشمسة وصافية. إلى الموصل شمالا 17 درجة مئوية ابتدأت الحرارة منذ الساعات الأولى للصباح وسترتفع لتسجل 34 كحرارة عظمى، الأجواء ستكون أيضا مشمسة إن شاء الله تعالى. أيضا في محافظة ديالى ما بين 16 درجة مئوية صغرى إلى 39 كما تلاحظون
كحرارة عظمى، الأجواء ستكون أيضا مشمسة وصافية في محافظة ديالى الحبيبة. أيضا ننتقل إلى محافظة واسط، أيضا الأجواء مشمسة في واسط ودرجات الحرارة التي ابتدأت 18 درجة مئوية إن شاء الله كحرارة صغرى، وستصل إلى 39 الحرارة العظمى هنالك في محافظة واسط الحبيبة. بالانتقال إلى محافظة صلاح الدين التي ابتدأت صلاح الدين ب 21 درجة مئوية كحرارة صغرى، وسترتفع العظمى لتبلغ ذروتها 37 درجة مئوية إن شاء الله، والأجواء مشمسة في صلاح الدين. أيضا بالانتقال إلى محافظة أخرى من محافظاتنا الحبيبة بالتحديد في محافظة كركوك، كما تلاحظون 22 درجة مئوية الصغرى في كركوك، وسترتفع لتسجل ذروة العظمى إن شاء الله 36 درجة مئوية، والأجواء كما تلاحظون مشمسة في كركوك. أما مسك الختام سادتي المشاهدين مع المثنى التي سجلت 24 درجة مئوية كحرارة صغرى المثنى، وسترتفع الحرارة لتسجل إن شاء الله ذروتها 40 درجة مئوية، الأجواء ستكون مشمسة وصافية إن شاء الله تعالى. هذا كل ما رصد وسجل وشخص من درجات حرارة صغرى وعظمى في بغداد وباقي المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى معلومات عن الطقس إن شاء الله معلومات وافية وأدق، لكن يوم غد. هذه عودة للزميلات نهاوند وإسراء لتكملة ما تبقى من فقرات البرنامج. إلى اللقاء. أخنا الحبيب، وصلنا وياكم إلى مسك ختام فقرات حلقة هذا اليوم، وأكيد دائما ختامنا معكم من خلال تعليقاتكم ومن خلال آرائكم الميدانية مع زميلنا ماجد الأسدي. السؤال يقول: ما الذي يساعد على تركيزك أثناء العمل؟ كثير من الأمور اليوم اللي يقومون بها الموظفين حتى يساعد على التركيز أثناء العمل، يعني كل واحد إلى فد عادات خاصة فالطقوس خاصة يعمل بها حتى يركز في عمله. قبل ما نقرأ التعليقات آني ونهاوند، خلونا نذهب بجولة مع ماجد الأسدي ثم لنا عودة. صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم. نبدأكم يوم جديد وجولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. وسط المشاغل والمشتتات اليومية الكثيرة، أصبح الاستمرار في التركيز مهارة قيمة تؤدي إلى جودة عمل أفضل. فكيف تحافظ على تركيزك أثناء العمل؟ خليكم يعني أحبتي المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء. نعم أحبتي المشاهدين، ما زلنا متواصلين وياكم بجولتنا الصباحية ونلتقي بأحد المشاركين. صباح الخير. صباح النور. شلونك حبيبي؟ الحمد لله بخير الله يحفظك. ممكن نتعرف على حضرتك؟ مهدي فلاح جاسم. نعم. كلية القانون مرحلة ثانية. يا أهلا وسهلا بك. شلون القانون يا؟ والله حلو. بصعوبة ولا لا؟ لا يعني زين الحمد. نعم. لله. الله يوفقكم إن شاء الله. برأيك شلون تحافظ على تركيزك أثناء العمل؟ يعني واحد يكون يصفي باله وذهنه ويترك ضغوطات الحياة. نعم. يعني الجانبية العاطفية هيك أشياء. نعم. وتكون دائما واحد يكون مبدع بعمله. نعم. يصفي باله وذهنه. نعم. ما عليه بالمشاكل الجانبية. اليوم وقت العمل يحتاج إلى صفاء ذهن، ليش؟ حتى أنه تقدر تبدع بعملك، عكس ما شخص أنه من يروح مكان عمله إذا باله مو صافي أكيد أنه ما راح ينطي إنتاجية بالعمل. صحيح. نعم. يعني يكون واحد أهم شيء يصفي باله وذهنه. نعم. على مود يبدع بالمجال اللي هو بي. نعم. ويقدم ثمرات تعبه واجتهاده وكل منه واجتهاده بعد بالحياة. صباح الخير. صباح النور حبيبي. شلونك ان شاء الله بخير؟ الله يخليك. الحمد لله. رحم الله والديك. عرفنا بحضرتك. انا حامد جاسم محمد مرحله ثانيه اداره اعمال. يا اهلا وسهلا بك. شلون تحافظ على تركيزك اثناء العمل؟
من خلال يعني انه الشخص يفرغ عقله ويفرغ باله من الضغوطات الموجوده، من المشاكل اللي يواجهها بحياته، على مود ينجز بعمله، على مود انه يسيطر على العمل ويؤدي شيء انتاج جيد. وجوز مثلا هو عنده ضغوطات ما تخلي يركز بالشغله اللي هو قاعد يتقنها، فتسبب مرات سلبيات ومرات مشاكل تسبب. بينما اذا فرغت عقلك او فرغت بالك وانت يعني شلون تقول متونس بالشغل، راح تتقن العمل وراح تسوي انتاج جيد. طبعا بالبدايه السلام عليكم. أنا طالبة طب عام. هاي النقطة كلش مهمة وضرورية للطلاب بشكل عام، وبالأخص طلاب الجامعات، وخصوصا التخصصات اللي تحتاج هواية دراسة وتركيز. التركيز والفصل بين مجالات الحياة شيء كلش مهم وضروري. يعني أنا لازم أعزل حياتي الخاصة، حياتي الاجتماعية عن حياتي الدراسية. ليش؟ لأنه الإنسان اللي عنده هدف، اللي لازم ينجح، اللي لازم يتطور، مثل ما تعرفون أنه إحنا هو مستقبل البلد. يعني أنا لازم أفصل ولازم أركز. أساس النجاح هو التركيز. أنا لما أهدر ساعات كلش طويلة بالدراسة بس بدون تركيز ما رح أستفاد، لأنه عقلي الباطن ما رح أصلاً يستفاد من عندها ولا رح يخزنها بشكل، ممكن تخزينها يكون بشكل يومي، أما بشكل أبدي هذا الشيء ما رح يصير بدون التركيز. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء. أكيد مشاهدينا الكرام طبعاً اطلعنا وإياكم واستمعنا وتعرفنا على بعض من الآراء اللي رصد لنا إياها زميلنا ماجد من خلال هذه الجولة الخاصة بسؤال التفاعل لهذه الحلقة، والذي يقول: كيف تحافظ على تركيزك أثناء العمل؟ بعض من الأشخاص يقول لازم أني أفصل عن قضايا البيت، الأمور الشخصية، حتى أقدر أنه أبدي خطة عملي اليومية. بعض من الأشخاص يقول أنا أحتاج إلى مزاج جيد، إلى حالة نفسية جيدة، أو إلى هدوء في محيط العمل حتى أقدر أنجز أكبر عدد ممكن من المهام وبدقة متناهية. طبعا أنا أسألك إسراء قبل أروح للتعليقات، أهم ركيزة أساسية حتى تقدرين أنه تركزين بعملك؟ أول شيء لازم مثل ما قلتي أنا من النوع اللي أفصل الحالة النفسية عن العمل. كل شيء يعني البيت واحد، صح، أنا مشاهدة عدش طبعا هاي الحالة. نعم. وثاني شيء يعني أنا برأيي التركيز يساعد وجبة الفطور الصحية. يعني إذا ما فاطرة فطور صحي، مشارب شاي أو قهوة منتصف اليوم، ما أدري، منبهات، ما أقدر شوي أركز بعملي. هاي الأشياء الاثنين أنا أقوم بيها. طيب خلينا أنه نتعرف على آراء بعض من الأخوة. أنا أحب جدا الهدوء إسراء. الهدوء يعني الهدوء يضيف لي أفكار إلى أفكاري حتى أقدر أنه أطلع بشيء جديد بالشغل إن شاء الله. خلينا نتعرف إن شاء الله على بعض من الآراء. نبأ تقول في تعليقها: السلام عليكم. عليكم السلام والتحية والإكرام. محوركم لهذا اليوم له ربط بمحور يوم أمس عن الترتيب، ولهذا أول خطوة حتى أحصل على التركيز في العمل هي الترتيب، ترتيب المكان وترتيب الأفكار والتخطيط المسبق. يزيد طبعا من التركيز لأنه يحدد الأهداف وتحديد الأولويات والأهم فالمهم، قدر الإمكان الابتعاد عن الأفكار السلبية أو السيئة والتي تؤدي إلى تشتيت التركيز. تحياتنا لكادر البرنامج، تحياتنا لكم يا نبأ. وطبعا هناك أيضا تعليق آخر من مفدى الكعبي يقول: سامح نفسك بشكل عام مواجهة الصعاب، وتكون أنه هذه الصعاب محفوفة بشعور الإخفاق. أعتقد أنه بعيدة قدر الإمكان أو نعم. بعض الشيء طبعا عن موضوعنا. وطبعا هناك كثير جدا من التعليقات. نعم. معك يا أسراء. حسين صباح يقول: صباح الخير، نشكر قناة كربلاء على هذا البرنامج، شكرا لك. للحفاظ على التركيز أثناء العمل، أولا تحديد أهداف واضحة،
وكذلك تنظيم جدول العمل بفواصل منتظمة، وتجنب المشتتات مثل الهاتف ووسائل التواصل، وتقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء صغيرة، ممارسة التأمل أو تقنيات التنفس لتعزيز الانتباه. شكرا جزيلا. أبو محمد العراقي يصلي على محمد وآل محمد، يقول: فكر قبل أن تعمل، هذا هو الأساس في إنجاح العمل. نعم طبعا. أو ستار الغانمي أيضا يذكر، يقول: للحفاظ على تركيز العمل. وهاي الرسائل أو النقاط مشاهدينا تفيد الأشخاص اللي يقول: أنا دائما مشتت بعملي، ما أقدر أركز، أو تجي فد أوقات يكون نتاجي أكثر طبعا بعض من الأوقات. يذكر الأخ يقول أنه تحديد أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ، وأيضا تنظيم جدول العمل بفواصل منتظمة، وتجنب المشتتات طبعا مثل ما ذكرها التعليق السابق. هناك تعليق من جيهان الربيعي، تقول: جيهان تحية لكادركم المميز ومواضيعكم الشيقة والممتعة. شكرا لك يا جيهان. تقول: أولا التوكل على الله تبارك وتعالى قبل كل شيء طبعا. وتقول أنه: قل خرجت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ليسهل الله أمرك. طبعا لا ننسى أهمية الحالة النفسية والجسدية، هي ضرورة لتستطيع إكمال مسيرة عملك نحو الأفضل. ابتعد قدر الإمكان عن الأفكار السلبية، وأحسن الظن بالله أنه سوف يوفقك بعملك ما دمت تعمل بما يرضي الله عز وجل. نعم. يمكن أهم نقطة ذكرها بالتعليقات إسراء أنه مسألة جدول المهام. أكيد، يعني مو إلا ورقة وقلم، وإن كان الأفضل حتى وإن كان ببالي اليوم بالج. شنو من المهام اللي أسويها؟ صح. يمكن تخليني أركز أكثر. أحسنتي. حسن حسين: تخفيف التوتر من خلال قراءة كتاب أو موضوع، شرب السوائل مثل الماء، ويفضل مزجه بالليمون، الابتعاد عن القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، الطعام يجب أن يكون محتويا على الخضروات، تقليل الدهون فضلا عن الحصول على ساعات نوم كافية. رضا الكربلائي: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، موفقين إن شاء الله. إذا وجدت نفسك تواجه صعوبة شديدة في التركيز، انهض وتحرك لبضع دقائق، تغيير المكان حتى لو كان مجرد الانتقال من غرفة منزلك إلى أخرى مع الحركة يساعد على تصفية ذهنك ويساعدك على إعادة ضبط تركيزك. اختيار مكان العمل، حفاظ على الهدوء، التركيز، اتجاه مشاريعك، فكر في وضع عناصر مهدئة إلى مكان العمل مثل النباتات، العطور، الشموع، وحتى في اختيار الكرسي والطاولة المريحة لإنجاز عملك. يوسف الكربلائي: سلام عليكم، موفقين إن شاء الله. هناك عدة أمور: الاستيقاظ مبكرا، الأطعمة الخالية من السكريات، الاكثار من شرب الماء يساعد في تحسين القدرة على التركيز، وكذلك حسن اختيار مكان العمل، والابتعاد على مواقع التواصل الاجتماعي، ممارسة الرياضة تنشط الجسم والدورة الدموية مما يساعد في تركيز الدماغ وصفاء الذهن، والابتعاد عن الطاقة السلبية أهم شيء. أكيد. وكذلك التفكر بإيجابية والتوكل على الله. أكيد التوكل على الله سبحانه وتعالى، والذي يستجلب طبعا التوفيقات للإنسان ويسهل كل الصعوبات اللي عليه. التوفيق هو كفيل بأن يحسن حتى مزاج الإنسان، مود الإنسان، إحنا مثل ما نقول يتحسن إن كانت علاقته قوية بالله عز وجل. آخر تعليق معنا أبو رضا الطرفي يقول: السلام عليكم. عليكم السلام والتحية والإكرام. يقول: المحافظة على التركيز يأتي من خلال المحافظة على صحتك ونشاطك البدني والنوم لساعات كافية. طبعا جدا مهم مشاهدينا، بما أنه بالوقت المعاصر دا يصير تأخر طبعا ب أو السهر الذي يهلك الإنسان، بعدين يجي الصبح ويريد ينجز أكبر مهام ويحب أنه يركز بعمله، مستحيل أنه يكون هذا الشيء إذا ما عالج مسألة السهر. وأيضا يقول أنه تنظيم أعمالك اليومية وتدريب ذهنك، وأحسنتم الاختيار لهكذا مواضيع مهمة لحياة الفرد. إسراء، فقط أشير إلى نقطة قبل أن نختم إن شاء الله. أيضا الأخ أبو رضا يقول: تنظيم أعمالك اليومية، يعني الأولى فالأولى، وذكرت أيضا الأخت نبأ، يعني بعض من الأشخاص ينجز حتى وإن كان بعمله، ينجز الأمور البسيطة الأهمية ويترك الأمور الأهم أكثر، فهو باله مشغول على الأمور اللي تكون أكثر أهمية، فأعتقد راح تسبب له طبعا التشتت. فقط من رخصة الأستاذ حسام جانا تعليق من الكاتب أو الستار الغانمي، يقول: للحفاظ على التركيز أثناء العمل، هو تقريبا نفس الملاحظات اللي ذكروها بعض الأخوة والأخوات، تحديد أهداف واضحة، تنظيم جدول العمل، تجنب المشتتات، تقسيم المهام، وكذلك ممارسة التأمل
أو تقنيات التنفس لتعزيز الانتباه. شكرا جزيلا لكل من علق وشارك في حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. إن شاء الله نتمنى كانت حلقة ملؤها الفائدة والمتعة لكم مشاهدين الكرام. حتى حلقة الغد تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج الأستاذ حسام الطويهري وكل فريق العمل، وإن شاء الله إلى حلقة الغد نقول لكم في أمان الله وحفظه.